كيف نختار رئيس الجمهورية؟ ما هي أهم المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية، خاصة المرحلة القادمة من المراحل الحرجة جدا في اسم مصر، في مستقبل مصر، في سمعة مصر، في بناء أمجاد التي فقدناها منذ زمن طويل. يجب أن نبني مصر الحديثة، يجب أن نبني مستقبل لأولاد مصر، وبالتالي لابد أن احنا نضع مواصفات لهذا القائد اللي من خلاله ممكن يحدث هذا. كقاعدة عامة، في كل الدول اللي حدثت فيها تقدم، سواء كانت البرازيل، سواء كانت الدول تركيا أو غير تركيا أو ماليزيا أو لابد أن هناك فرد يقود هذه الملحمة للنهوض بهذه الدولة، الفرد القائد. ولذلك لابد أن احنا نضع مواصفات لهذا القائد حتى يمكننا الاستدلال على الشخصية اللي ممكن انها تقوم بالدور ده. كل واحد فينا لما نيجي نسأله السؤال ده هتكون عنده إجابة بشكل أو بآخر، ولكن السؤال ده بنطرحه مع حضراتكم لواحد من المفكرين اللي بيضع أسس من خلال مؤلف أصدره، وهو الطريق إلى قصر الرئاسة. المؤلف اللي وضعه الأستاذ عزت مصطفى أحمد، رئيس جمعية عرابي ومؤلف الكتاب. أهلا بك معنا. أهلا بك، أهلا وسهلا. الأول لابد احنا نتعرف على كلمة جمعية عرابي، لأن في أكثر من جمعية تحمل هذا المسمى. فجمعية عرابي نسبة إلى الزعيم أحمد عرابي. تمام، جمعية الزعيم أحمد عرابي موجودة في قرية الزعيم عرابي. هذه الجمعية انشأت عام 1986، وهي بتهتم بتراث الزعيم أحمد عرابي، وكذلك تهتم بالتعليم وخدمة الطلاب ومحو الأمية، يعني بتقوم بدور كبير في قرية هرية رزنة، بلد الزعيم عرابي، مركز زخازيق محافظة الشرقية. جميل. بهذا الشكل يعني هيبقى فيه عبء إضافي أو هيبقى فيه محور تاني، احنا نتكلم عن رئيس جمعية الزعيم. الزعيم كان ممكن إن صدقت ثورته وإن تحققت ثورته لكانت مصر الآن في مصاف الدول العظمى، فبالتالي عايزين رموز قوية بهذا الشكل. وبالتأكيد أن محتوى كتاب حضرتك متأثرا بهذا الزعيم الخالد اللي إلى الآن التاريخ لم يعني يقدم أو لم يحقق له أو يوفر له أحقيته في التاريخ المصري، لأنه فعلا بطل من أبطال القوميين المصريين لتاريخ المصري من الوضع الراهن الحالي. قبل ما ندخل على الظروف أو المواصفات المطلوبة في المرشح الحالي، كيف ترى صورتك أو تقييمك للساحة السياسية والمتقدمين المتبقيين حاليا 13 لمنصب الرئاسة؟ والله إن منصب رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية ده منصب رفيع، منصب حساس، حيث أنه سيكون مسؤول عن مصر داخليا وخارجيا، وكذلك عليه تبعات ثقال، عشان مصر مش دولة صغيرة أو إمارة، ده مصر تضرب في الجذور وفي التاريخ، ولها علاقات سياسية، علاقات اقتصادية، علاقات مؤثرة في سواء القارة الأفريقية أو القارة الآسيوية. مصر من الدول اللي يعني العالم محتاجها، والعالم بيلجأ لها، وكانت ملجأ وكانت منبع الحضارة الفرعونية القديمة، ثم الحضارة القبطية، ثم الحضارة الإسلامية، وكذلك الرومانية والبيزنطينية، وعلى أرضها يعني انتشرت كل الحضارات، ومصر ابتلعت كل الحركات الاستعمارية. ومن هنا فمصر يجب أن يكون لها رئيس قوي، رئيس يتمتع بصفات معينة، رئيس قادر إن هو يقودها، وأن يكون له رؤية مستقبلية لمصر. فليست الضرورة أن يوفر الأكل أو الشرب، بل أن يجعل لها مكانة بين الدول. ومن هنا فيمكن الأعداد اللي قدمت، إحنا بنترك الرأي للشعب، وشعب مصر دي شعب واعي وشعب عارف مكانة مصر ورئيس مصر. طيب اسمح لي أنا بس يعني أقول حكاية حضرتك دلوقتي
استشف منها هي منظور خارجي، منظور كيف تكون مصر على مستوى وصعيد الدولة. تمام. ولكن لا تتطرق حضرتك للمنظور الداخلي، منظور شعب مصر ومنظور المشاكل اللي بيعاني منها شعب مصر. فده هل يعني ضمنيا طالما احنا طلعنا على المستوى الخارجي فيبقى من الداخل تم تصليح القاعدة الأساسية، ولا حضرتك حطيت الأبعاد الخارجية أهم من الأبعاد الداخلية؟ لا لا لا، رئيس الدولة مسؤول عن الداخل قبل الخارج. إذا كان الخارج فيه اتفاقيات وعلاقات لابد المحافظة عليها لصورتنا في الخارج، لكن الداخل يبدأ مهم جدا أن يكون يعني عايش هموم مصر، مدرك لأهمية المشاكل، الصحة، التعليم، مستوى المعيشة، مستوى الأسعار، الشباب، البطالة، التشغيل، الأسرة، الأمن الداخلي، ده كله لابد أن ينظر إليه في الداخل. تمام. تمام. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه حاليا، كيف يمكن ان احنا نختار رئيسا لمصر بدون ان نحدد له صلاحيات، وده من خلال الدستور. البعض يشير ان احنا هنكون دولة برلمانية، والبعض يشير ان احنا نكون دولة رئاسية، والبعض يشير ان احنا نكون رئاسية برلمانية. وحزب الحرية والعدالة كان هناك تصريح ليه بيقول ان مصر في المرحلة القادمة محتاجة لدولة رئاسية بتقليص لسلطات الفرعون، في بصدد ان بعد فترة نتحول الى دولة برلمانية. فاحنا بنختار على اي اساس؟ ما هي الرؤية غير واضحة. هي ما زالت الرؤية غير واضحة. ليه؟ عشان احنا اختلفنا في بداية تنظيم عملنا عقب ثورة 25 يناير 2011. ناس كانوا يقولوا نوضع الدستور الأول ثم رئاسة الجمهورية ثم البرلمان مجلس الشعب والشورى، ولكن احنا عملنا عملية يمكن عكسية، بدأنا بالبرلمان مجلس الشعب والشورى، ثم بعد كده تقديم رئاسة الجمهورية، ثم بعد كده وضع الدستور. وطبعا المشير طنطاوي صرح ان الدستور سيكون قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، وخاصة اللغط الذي حدث للجنة التأسيسية وإعادة صياغتها مرة أخرى وإعادة تكوينها. بس يعني في نظري كان يجب أن يكون الدستور أولا. تمام. حتى يعرف رئيس الجمهورية ما له وما عليه، وحتى المرشحين. ولكن نعتقد إن افترضنا أعضاء اللجنة الدستورية، لجنة التأسيسية للدستور، عرفناهم مين، فممكن نستشف في الاخر ممكن يكون ايه اللي هيطلع منهم، يعني الشخصيات نفسها استدلالا على اتجاهاتهم تفكيرهم. يعني دي عقب طبعا الغاء اللجنه اللي شكلها مجلس الشعب اللي كان 50-50، وصدور الحكم بان مجلس الشعب لا يختار منه احد ويشكلوا من 100 من الشخصيات العامه. والنهارده كان في اجتماع الدكتور سعد الكتاني يحدد ان اللي هيتحط الشروط والمعايير للاختيار هذه الافراد. يعني اصل الدستور دي مش بيكون لسنه او اثنين او ثلاثه. لا طبعا كان طبعا. يعني ولدينا من وضعوا دساتير العالم. لماذا لا نستفيد بيهم في مجتمعنا؟ يعني مش عارف، مصر عريقه في القانون، بل ان مصر يعني بتعمل دساتير الدول العربيه وما كانش اعضاء في اللجنه السياسيه السابقه للاسف. قبل ما اخوض في المواصفات المطلوبة من خلال كتاب حضرتك والشرح ليها، وهو معانا رئيس جمعية عرابي هذا الزعيم، في دقيقة يدينا أهم صفات الزعامة من خلال الزعيم عرابي أحمد. ال- 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 الواقع أهم صفة من يعني من قراءتي للكتب اللي قيلت عن الزعيم أحمد عرابي، أهم حاجة إن يعيش هموم شعبه، يكون حاسس بالشعب، حاسس بالفلاح، حاسس بالعامل، حاسس بمستوى المعيشة. ثانيا أن يكون شخصية كاريزمية، شخصية تستطيع أن تجمع حواليها الحشود يناقشوا مشكلة بصد رحب، بأمانة، بأخلاق، قادرا على تخطي العقبات وحل المشاكل. كان عرابي فعلا حاسب الشعب، يعمل لمصلحة الفلاح، حتى وهو كان في سريلانكا كان يفكر في الفلاح المصري. تمام. أنا بس شيء يذكر
أحب أتذكر ما أحرقه موقف الزعيم أحمد عرابي عندما توجه إلى الملك وهو راكب على حصان وما نزلش من الحصان. البعض ينتقد هذا الموقف، ولكن بنقول ده زعيم شعبي بيمثل شعب، هل هو أعلى ولا الملك أعلى؟ لا، هو أعلى، ولذلك هو فضل على حصانه. ولما قال له الملك أنتم عبيد إحساننا، قسم والله الذي لا إله إلا هو لن نستعبد بعد اليوم. هذا يعني هذه العظمة وهذا قرار. ده كلامنا عن الفرع عرابي. احنا يعني شيء يذكر عندما نتحدث عن الزعيم في معنا رئيس جمعية عرابي، لابد ان احنا نذكر هذه الزعامة القوية اللي احنا محتاجين للزعيم بنفس هذه القوة. نرجع بقى للمرشح. تمام. اهم المواصفات المقترحة. الواقع ان الصفات الواجب توفرها في رئيس الجمهورية، وخاصة رئيس بحجم دولة مصر، هناك صفات يجب أن تتوافر، مش كل اللي قدم يتوافر فيه. أهم هذه الصفات. أهم الصفات أن يكون غير راغب في هذه في رئيس الجمهورية، يعني زاهد في رئيس الجمهورية. في المنصب. بمعنى زاهد في المنصب، بمعنى أنه لا يقدم نفسه، بل أن الأفراد ومؤيدينه هو الذين يزكونه ويقدمونه لهذا المنصب، لأنه من أوكل إلى نفسه ضل. أما إذا كان معتمد على الله وعلى الشعب فربنا فعلا بنصره ويكون معين له، لأن هذا المنصب لا يستطيع أحد أن يملأ من فراغ أو لوحده أو بإمكانياته، بل يحتاج إلى كم هائل من المؤيدين، كم هائل من المستشارين، كم هائل من الوزراء والخبرات. فالإنسان فعلا قليل بنفسه كثير بإخوانه. دي أول صفة. هذه الصفة الأولانية. هناك من قدموا من خلال أحزاب، الأحزاب قدمتهم، من قدموا أنفسهم. لابد الشخص الذي يقدم نفسه بدون أن يكون له سند أو يكون له ركيزة ما ينفعش. الصفة الأولى. نمرة 2، يكون له برنامج ناجح، برنامج انتخابي ناجح، وهذا البرنامج أن يكون له نقاط محددة غير مقلد للناخبين الآخرين، برنامج جديد يستطيع أن ينفذه وفي مدة زمنية معينة. كلهم مقدمين برامج. لا، وكلهم للأسف لم تحدث مواجهات للمقارنة بين برامج بعضهم البعض، أيهما أفضل وأيهما أقل. لا، البرامج ديت لها مواصفات، يعني ما يقولش أنا حل البطالة، محو الأمية، رفع مستوى المعيشة، دي يعني كلام عايم. لازم البطالة هتمونها إزاي، هتدبرها إزاي، محو الأمية، بياناتك كاملة. احنا بقى لنا 30 سنة في محو الأمية، هقول لسيادتك يمكن بتزيد الأمية. لأن ليس سنة من أكثر من 30 سنة وأكثر من 30 سنة. طبعا عاوزين برضو تاريخ الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية يتناسب مع برنامجه. هنا الصدق، يعني ما يقولش كلام كويس وهو ما بيفعلش الكلام ده. تمام. يعني اتفاق تاريخه الشخصي مع البرامج. ممكن يجيب برامج ممتازة، بس هو تاريخه وسيرته وإمكانياته لا يستطيع أن ينفذ هذا البرنامج. احنا عمرنا ما شفناش يعني الشيطان بيعز. الشيطان دي طبيعته كذا، بس كبير الشيطان يعز. هيرجع تاني. لا، هنخليهم كلهم ملائكة. كذلك ان رئيس الجمهورية يبقى صاحب رؤية لمكانة مصر. عنده ابعاد مصر، عنده احترامه لمصر بمكانتها، بعظمتها، بكبريائها. يعني من هذا المنطلق لابد ان هو يعرف هذا المنصب يحتاج الى تضحيات منه. اما اذا خدها على ان هو هيوكل الشعب ويشرب الشعب بس دون ان ينظر الى مكانة مصر بين الدول، مكانة مصر واحترامها، مكانة مصر ومستقبلها، برضو هيبقى قاصر ويتبقى نقطة مش متوفرة. برضو كذلك يجب ان يكون. طب هي بعد اذن حضرتك، كلمة مكانة مصر كلمة كبيرة جدا ولا احد يختلف عليها، ولكن مكانة الوطن
وش هي تمثل مكانة أبناء الوطن، يعني بصراحة كده. تمام. أنا كمصري لما أجي أروح أي دولة وألاقي إن تعاملي لمجرد ده جنسيتي أقل من جنسية أخرى، ألا يمثل هذا استهانة بالوطن، تمام استهانة بأبناء الوطن؟ تمام وبالتالي كلمة مكانة الوطن هي تعني مكانة أبناء أبناء الوطن. الوطن، تمام يعني كده؟ تمام، تمام، مرحبا. كرامة، حفظ كرامة المواطنين، وحفظ كرامة المواطنين كرامة أبناء ليها بقى، الوطن. ليها يعني ليها باع طويل تمام، ماديا ومعنويا وأدبيا واجتماعيا، كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. وصحيا وكل حاجة. لا لا لا، تمام كده، تمام. تمام. أن يكون إداري ناجح، يعني توزيع الاختصاصات، رؤيته، متى يعزل وزير، متى يستمر وزير، متى يغير الوزارة، متى يصدر قرار، دي إداري توزيع المهام. كذلك يجب أن يكون محبا للشورى، وقابل أن هو يتنازل عن رأيه إذا ما وجد آراء أخرى أفضل منه. أشكرك جدا، حضرتك مزجت بين الاتنين وبعض، الإدارية والشورى في فن واحد. تمام، لأن الإداري، لأن شخصياتنا يعني بمنتهى الصراحة نتكلم مع حضرتك، شخصية زعيم راحل زي جمال عبد الناصر شخصية إدارية، تمام، لكنه شوريا ما كانش يستمع إلى شورى بقى الآخرين بالشكل ايوه، ومن المطلوب. والشورى تحمي رئيس الدولة من ان يكون ديكتاتوريا يتمسك برأيه، وخاصة اذا تمسك برأيه في مواقف خطيرة زي الحرب او ما شابه ذلك، ممكن يأخر الدولة او يورطها في مشاكل. فلا بد من ان يكون محبا للشورى، ليس كلاما فقط، بل ان يمارسها فعلا مع وزرائه ومع مستشاريه. طيب، سؤال هنا مهم جدا، وهو اعتقد يعني ان هو كان كارثة من الكوارث في الآونة الأخيرة. من يستشير؟ من هم اصحاب الحظوة؟ من هم البطانة التي يستشيرها؟ أليس باختيار هذه البطانة تستدل على القرار الذي سيخرج؟ تمام، فبالتالي لابد لحن نحط برضو مواصفات والمستشارين، للمستشارين والبطانة اللي حواليه. ايوه، لابد، انت سيادتك لمس نقطة كويسة، البطانة قد تفسد الرئيس وقد تصلح الرئيس، ولذا فيجب على الرئيس ومن عوامل نجاحه أن يستعين بأهل الكفاءة وأهل الأمانة، لا بأهل الثقة، لأن أهل الثقة سوف يتماد معه في رأيه ولن يظهروا له الحقيقة. أما أهل الأمانة والكفاءة وهي القدرة وإصداق القول، سوف يكون سند له، لأنه قد يعرضه في رأيه ولا يبغوا رضاه، بل يبغوا رضاء ومصلحة الله سبحانه وتعالى أولا، ثم مصلحة الوطن. ولذا فعلى رئيس الدولة أن يقرب منه وأن يولي أهل الكفاءة وأهل الأمانة المناصب القيادية، لأنهم هم الذين يكونون سند له وتوجيه الوجهة الصحيح. أقف عند الحتة دي لأنها نقطة هامة جدا في اختيار تمام. قادتنا في الآونة اللي فاتت، آه. أن كل القيادة الولاء والانتماء، وان هو يقول حاضر يا فندم، تمام يا فندم، كل حاجه مظبوطه يا فندم، والنتيجه ما وصلنا اليها. تمام تمام بينما المطلوب زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان احنا مطلوب بطانه تصحح وتنقي اراء القائد، ودي فلسفه مش موجوده في مجتمعنا حاليا، ده لابد ان احنا نعترف بيها. لابد. انا بختار اللي بيقول لي حاضر ونعم وامين. فدي دي نقطه هامه جدا يعني، ولابد يكون في دور المجتمع يا استاذ عايز. نعم، عشان خاطر لو لقينا واحد شالوه سيادتك دافع للامام هو لاخر الالفاظ بتاع زمان ديت، لابد ان المجتمع نفسه يحكم عليه بالفشل ويتم استبعاده، لان ده بيسيء الى المجتمع ككل. لابد ان احنا رئيس الدوله يطهر الدوله من المنافقين، وزي ومسيحيين الجوخ اللي بنقول عليهم والمطبلاتية، بس الناس أمارة بالسوء. أكيد الإنسان لما بيستمر الفترة بيحتاج اللي يعظم فيه. لابد اللي بعد كده برضو عايزين صفات في رئيس الدولة، أن يكون له أخلاق أساسية. أخلاق أساسية زي الرحمة، رحمة بشعبه، يحس بيهم، الشفافية، النزاهة، بعده عن الفساد،
يبقى بعيد عن الفساد، جريء وشجاع، ويواجه الشعب بالحقيقة المرة، حتى لو كانت مرة يواجه شعبه، لأن الشعب هو الذي إذا ما وجد منه صدق في المواقف سوف يكون له حماية ودفاع. زي ما بنقول يجب أن الرئيس يتغطى بشعبه عشان الشعب هو الذي يحميه. تمام. الحقيقة المرة في عهد الرئيس السابق مبارك كان دائما يخرج علينا ويقول لنا العملية سودة. هل هذه حقيقة مرة؟ ما هو في تاني جوانب بيضاء ما كانش بيقولها، ومن هنا يبقى في شفافية ويبقى في يعني بعيد عن الفساد، ويبقى مثلا صادق بأرقام وإحصائيات، يعني مش كله أسود للدولة. احنا ربطنا وسمعنا كلامه في الأول، وربطنا الأحزمة، وربطنا ولقينا حاجات تانية بتحصل. الشعب المصري مش شعب عبيط ولا حاجة، قد يصبر وقد يعني يستوعب كل حاجة، بس في الآخر بيكتشف الحقيقة. تمام. ورد فعله رد فعل يعني بيكون شديد. تمام. ايه الصفات الأخرى؟ والله في صفات برضو أخرى قد يكون، إذا كنا هنقول من صفات الرئيس، يجب أن يكون محبا للنظام الديمقراطي الحقيقي، ويجعل الشعب هو السيد، لأن الخادم ما هو إلا، لأن الحاكم ما هو إلا خادم للشعب. تمام. وإذا ما صلحت القاعدة صلح الإيه؟ الحاكم. طيب. أنا عايز أرجع لنقطة من ضمن النقط اللي أنا حاسس إنها في منتهى الأهمية، حضرتك قلت إليها، من ضمن صفات الرئيس أن يكون إداريا ناجحا، وأن يكون بيستمع إلى الشورى. تمام. وتحدثنا عن الشورى واختيار أصحاب الحظوة والبطانة الإدارية هنا، هل تعني إلمامه؟ وفي مفيش إنسان بيلم بكل الأمور، ولكن تعني إيه؟ تعني إيه من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا الإدارة في أي عمل من الأعمال لها أربع عناصر أساسية، هي تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة أو متابعة. سواء والله في عمل إداري في مدرسة، في مشتريات، في مبيعات، في رئاسة الدولة، هم أربع عناصر أسس أساسية كل أساسية. تخطيط الأول، ثم تنظيم وتوزيع الأدوار، ثم التوجيه وتنفيذ العمل، ثم الرقابة والمتابعة. تمام. حتى نكتشف هذه الأبعاد في الشخصية فلا بد من شقين. شق حضرتك قلت عليه ان احنا نعرف تاريخ هذا المتقدم، من هو، تمام، تفكيره ايه، ابعاده ايه، طموحه ايه، دي رقم واحد. رقم اتنين، برنامج الانتخابي. تمام. انا عايز حضرتك تقول لي طريقه للساده المشاهدين دلوقتي، لما اجي اقرا برنامج انتخابي لاحد المرشحين احكم من خلال هذا البرنامج على كفاءه هذا المرشح. نعمل ايه؟ البرنامج الانتخابي أنا بقول إن هو عبارة عن شخصية المرشح نفسه، ولابد أن البرنامج غير لا يكون مفصولا عن شخصية المرشح، ويجب أن يعكس البرنامج تاريخ السياسي، عمله، خبراته، حلوله، قدراته التنظيمية والعقلية، فلابد أن يكون البرنامج محددا جديد، ذو حلول غير تقليدية تتناسب مع المرحلة التي نعيشها، ألا يكون مكرر وألا يكون مقلد لبرامج آخرين. بمعنى إيه؟ زي ما سعادتك اتكلمنا عن العمل على حل البطالة، العمل على إزالة محو الأمية، العمل على رفع مستوى خفض الأسعار. ما هي الخطوات التي يتم تنفيذها هذا الهدف؟ لابد أن يكون له القدرة، يقول لنا
البطالة هيمونها منين؟ عددها كام؟ فترات الزمنية. وبعد كده نحسبه يعني بمدة معينة يعني التشغيل هيبدأ، هيشغل، هيقضي على البطالة، هيمونها منين؟ هل يا ترى قروض ولا أسهم وسندات من الجماهير اقتراض، ولا خارجي ولا داخلي، ولا من إمكانيات الدولة، ولا من الضرائب، ولا من الإيرادات السيادية للدولة، برضو يوضع بحيث النفر يطمئن لهذا البرنامج عن البرنامج الآخر. تمام. أيوة. إذن تمام. البرنامج أنا بقول يعني إن هو بيمثل خبرة وشخصية وفكر وبعد نظر المرشح لرئاسة. كان هو نفسه اللي عامله، لكن مش حد عامله له. آه تمام. ما هو ده الأساس. ويكون إيه حاسس بيه. تمام كده. يعني احنا في النهايه عايز الخص هذا الحوار في 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 نقطتين: الاهتمام بالسيره الذاتيه لكل مرشح، الاهتمام بالبرنامج الانتخابي بناء على المواصفات اللي وضعناها لانسان يقدر ويقيم مصر وينظر بمنظور مستقبلي الى مصر ويحافظ على مصر والمصريين وكرامه مصر، هذه هي الشخصيه المطلوبه. ثم نبحث في البرنامج الانتخابي عن اسلوب تحقيق ده. ده شكل بسيط الهنة الأستاذ عزت مصطفى أحمد، رئيس جمعية عرابي ومؤلف كتاب الطريق إلى قصر الرئاسة. نشكرك جدا، ونتمنى للأيام القادمة يعني تنتج لنا رئيس مصري حميم 100%. أستاذ عزت شكرا لك. الله يخليك. شكر، بس ليه كلمة يعني بسيطة في آخر اللقاء سعادتك. في حق المرشح على الناخب، يعني المرشح بيقدم نفسه، الناخب برضو له واجب على المرشح عشان يحكم عليه بالظبط. لابد الناخب أن يتواصل مع المرشح، يشوف برامجه، يشوف آراء الناس، ينزل ويبذل من جهده، يحضر ندواته، يسمع المدافعين، يسمع المهاجمين له. وهذا يحدث خلال الندوات والتواصل الاتصال المباشر، والتواصل تحصل في محافظات عديدة، الندوات والمحاضرات، عشان يحكم على هذا الشخص ان هو هيأيده ام لا يؤيده. لان عدم بذل الناخب جهد لمعرفة المرشح قد يختاره، قد لا يختاره، وهو يكون اجدى منه. وكثير ما حولت نصيحة للمرشحين، كثير ما حولت المؤتمرات والندوات واللقاءات رأي الناخب من مرشح إلى آخر، لأنه لم يكن يرى هذا المرشح قبل ذلك. تمام. فلما شافه في التلفزيون في لقاء اقتنع به، زي ما بقول لك دخل في مخه. تمام. فأيده. نتمنى في النهاية بإذن الله أن يكون الخير لمصر باختيار مرشح جيد إن شاء الله. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، احنا طبعا في شهر إبريل هذا الشهر